طبعا واجهت يعني خبر موت عمران، شيء لم اقدر اني اعبره الحين فوق. لحد الان اني مصدومه. توفى بني في الحرب ناتج قصف الطيران في المزيد، وانه كان هو اول يدي ورجلي، هو بمنفعتي داخليا وخارجيا للبيت، لان ابوه كان تعبان كنت معتمده عليه. لذا اني لما توقعت ان الصدمه حقته انه مات وهو ماسك دفاتره يتعلم. الحرب كانت مش حرب دمويه، حرب نفسيه وجسديه، وحتى اللي سلموا الاطفال من الحرب مش عاد طبيعيين. اتمنى خلاص ينتهي هذا الوضع، تعيش اليمن كما كانت اول. هذه اخر امنيه، ومشيش اي حد، اي ام تحس باللي حسيناه به.